وانت يا باشمهندس هتباشر المشروع التاني. اتفقنا على كل الخطوط؟ اتفضلوا على مكاتبكم. الشركة دي تبعت لها تلكس، وأول ما يجي الرد تجيبه لي حالا. حاضر يا فندم. أستاذ جلال، ثانية واحدة يا مدام فتنة، شايفاني مشغول. حاضر. هات. اتفضل. استني. أستاذ جلال. وبعدين بقى؟ هو مفيش صبر؟ هو الأستاذ جلال ده هيقطع نفسه 100 حتة؟ يا أستاذ جلال، ما أنا كمان ورايا شغل. وراكي شغل تبقي تتفضلي على مكتبك، وبعدين أنت ليكي قسم وليكي رئيس قسم هو اللي يكلمني. اتفضلي على مكتبك. أوه، مش عايز عياط في الشغل. خلاص يا أستاذ جلال، شوف مدام فتنة الأول وبعدين أنا مش مهم بعد شغل. لا قسما عظما ما أنا باصص في الورق ده النهاردة. عندي بقى. حرام عليك يا أستاذ جلال، كده كسرت بخاطرها. نعم يا اختي كسرت بخاطرها. احنا فين هنا؟ احنا في شغل، وانت عارفاني في شغلي. عارفاني ولا لا؟ طبعا طبعا عارفاك. اتفضلي. حاضر. مشيت على طول ليه؟ ما استنيتيش في الميكروباص عشان تروحي معايا زي كل يوم ليه؟ مش عايزه اروح مع حد. الله 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 الله. ايه؟ احنا زعلانين ولا مقموصين؟ لا زعلانين ولا مقموصين. طب الغدا جاهز؟ على السفرة. طب يلا. لا معلش يا حبيبي، انت هتاكل لوحدك. لا كده بقى نبقى زعلانين. طب يلا تعالي معايا وانا هصلحك. اوعى تعالي بس. اوعى. الله تعالي. اوعى كل وحدك بقولك. يا بل فيف. ده فطار مش غدا. والله هو ده اللي عندنا، لو مش عاجبك اتفضل انزل اتغدى في اي مطعم. لا كده يبقى الجميل زعلان مني فعلا. ايه بس؟ ايه يا حبيبتي؟ انا عملت ايه بس؟ عملت ايه؟ كل ده وبتقول عملت ايه؟ تشخط فيا وتهزقني قدام الموظفين وترجع البيت بقك مفتوح قد كده بتضحك وبتهزر ولا كاني في حاجه. ثم انا مش بشتغل معاك في القسم بتاعك. تتأمر عليا بتاع ايه؟ اللي ليه حق يتأمر عليا رئيسي وبس. خلاص قلتي كل اللي عندك. ادافع عن نفسي بقى. تدافع عن نفسك تقول ايه؟ ثم انا مش هستنى معاك في المركز الرئيسي، انا هطلب نقل الفرع المعادي، على الاقل ابقى قريبه من البيت واخلص من شخطك فيا وامارتك عليا قدام الموظفين. فرحان بشبابك قوي. يلا يا مدام فتنة، يلا على مكتبك، ليكي رئيس قسم هو اللي يترد عليه. يلا اتفضلي على مكتبك. يا سلام يا اخويا. شوفي بقى يا فيفا يا حبيبتي. وليه ما تقولي احسن شوفي يا مدام فتنة؟ ايوه هو ده اللي انا عايز اقوله. مدام فتنة دي في الشغل، نظام في العمل وعدم استعجال ده في الشغل، احترام الترتيب في عرض الاوراق ده في الشغل، انما هنا في البيت انت فيفي مراتي حبيبتي روح قلبي اللي ما استغناش عنها ابدا، واللي تعمل لي جبنه بالبيض وما افتحش بقي. يا سلام. على العموم حقك عليا، انا فعلا زودتها حبتين
وفعلا لازم ما نحتكش ببعض تاني في الشغل. خلاص صافي يا لبن. ببساطة كده؟ لا مش ببساطة كده، بمئتين جنيه تنزلي تشتري بيهم فستان وجزمة وشنطة وبلوزة وطيب. حيلك 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 حيلك، كنت تشتري بيهم فستان وجزمة دو كل ده بمئتين جنيه؟ انت عارف بكل الرصة اللي انت رصيتها دي ما اقدرش اشتري غير حاجة واحدة بس، يا شنطة يا جزمة. اقولك انا ما بحبش الفصال، نخليهم 300 جنيه بس تشتري شنطة وجزمة متواضعين شوية. زي بعده. بروجرامك ايه بعد الظهر؟ راجع المكتب تاني عشان عندي شغل لغاية بالليل. طيب ما اروح بقى احضر لك الغدا. لا لا يمكن، انا لازم اتغدى جبنة وبيض عشان احرم. وانا بقى هنزل السوق افرتك ال 300 جنيه دول. فرتكيهم يا حبيبتي. خلاص اتفقنا. ما قلتي ليش؟ نعم يا حبيبتي. هتشخط فيا الشخطة التانية امتى؟ خلاص يا فيفي يا حبيبتي احنا مش سوينا الموضوع ده. لا لا ابدا ابدا لا يمكن، انا عايزة المرة الجاية شخطة كبيرة قوي تساوي 800 جنيه تمن فستان عجبني عند مدام ماريكا. الاستاذ رمزي العطار من فضلك قول له البيت. الو ايه يا رمزي؟ ايه يا رمزي؟ تليفونك المباشر مشغول بقاله ساعة ليه يا راجل؟ بطل حب في التليفونات بقى. نعم شغل، هيك فاكرني حصدقك. معلش يا رمزي، مسيري حكشفك في يوم من الايام. اوعى تكون فاكرني نايمة على وداني. ايه يا راجل اختشي اختشي عيب، ده انت صاحب شركة لازم يبقى شكلك محترم قدام الموظفين بتوعك. يعني ايه انا منظري قدام الموظفين بتوعي مش محترم؟ بطل الشك ده يا مديحة، اهو التليفون المباشر قدام اهو، سمعته مش مرفوعة ولا حاجة ولا في حد بيتكلم فيه ولا مشغول. طيب طيب يبقى يكمل الخناق في البيت. باي. ايوه يا روحي كنا بنقول ايه؟ كنت بقول ان الوصول للقمر بقى اسهل من الوصول ليكي. شايفة يا سميرة الراجل هيجنني من كدبه ولوعه. يعني هو رمزي بس اللي كذاب وملاوع؟ ما هو كل الرجاله كده. زي رمزي؟ لا ما شفتش. تسمعيها نصيحه من اختك عشان تعرفي تعيشي؟ طنشي، اعملي نفسك مش فاهمه. اطنش؟ اطنش على ايه ولا ايه؟ اعمل نفسي مش فاهمه ايه ولا ايه؟ اهم بيلفوا يلفوا ويرجعوا لنا تاني. بس رمزي بيلف كتير قوي يا سميره، واللي حينقطني ان بقاله يومين بيشوف واحدة معينة بالذات يظهر انها قصة حب عنيفة. وعرفتي منين؟ عرفت منين؟ قومي. شايفة؟ شايفة ايه؟ شعرايا. بقالي يومين الاقي نفس الشعرايا على كتف جاكيتته مع ان البدله غير البدله. طب وايه يعني؟ اشمعنى صاحبه الشعره دي بالذات اللي هيبقى فيه بينه وبينها قصه حب؟ اصلها مش الشعرايه وبس، ده الشعر والبرفان اللي مالي هدوم والروج اللي في كل حته كل يوم كل يوم. اما انت يا مديحه عليكي افكار. يا سلام. يعني هو عمره ما حصل ورجع لك وفي شعر على كتفه او برفان في هدومه؟ يا سميره انت ست متجوزه وعارفه يعني ايه الست منا بتحس اذا كان جوزها بيخونها ولا لا. هم كلهم المزاغيط بيلفوا، لكن رمزي بيخوني، بيخوني مع واحده معينه بالذات. طب وعرفتيها يا مين؟ لا لسه ما عرفتهاش، لكن يوم ما هعرفها يا ويلك يا رمزي انت وهي مني. ايوه انا رمزي. لا 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 لا، المره دي مش هتناسب غير عن فسحه، وفسحه طويله قوي كمان. ايه رايك نروح اسكندريه نقضي يومين مع بعض؟ لا لا خلاص اي مكان تختاريه انت. ماشي الساعه 8 بالليل.
فين؟ لا لا لا، ده بعيد قوي، ده انا في مصر الجديده. طيب طيب زي بعض، بس ما تتاخريش. باي باي. يا ابني انت ايه؟ بقى لي قاعد قدامك 3 دقايق بس، كلمت فيهم 3 ستات وكلهم اديتهم مواعيد. كله كون والاخرانية دي كون. ايه حلوة؟ لا مش حكاية حلوة، هي عنيدة قوي، مش راضية تلين معايا. طب ما تسيبها وتشوف غيرها. وانت بتون؟ لا اذا كان على غيرها كتير، بس النوع العنيد ده بيجنني. طب ومراتك اخبارها ايه في ده كله؟ مديحة دي هي حقيقي ست بيت ممتازة، لكن مش تيبي. امال اتجوزتها ليه؟ انا معرفتش غير بعد الجواز. ويا ترى هي حاسة بحاجة؟ حاسة حاسة بكل حاجة. دي غيارة جدا وشكاكة جدا، متصورة اني بعرف 17 واحدة. امال هما كام؟ 15. اتفضلي انزلي هنا يا مدام. ما تدخل لجوه شويه يا اسطى. ما اقدرش اخش جوه، شوارع كلها ضلمه وشكل بعضيها، حتى البيوت شكل بعضيها، وبصراحه انا بقى بتوه في شوارع المعادي. خلاص خلاص يا اسطى، خلاص انا هنزل، ما زعلش نفسك قوي. اتفضلي اوصلك، الشوارع هنا ضلمه قوي. ما هو مش معقول تبقي ماشيه في شارع ضلمه كده لوحدك وانا راكب عربيه لوحدي، دي مش عداله اجتماعيه ابدا. ما هو يا اما تيجي تركبي معايا يا اما انا انزل امشي معاكي، عشان يبقى في مساواه. انا اموت في المساواه. الله الله الله، الحقوا يا جماعه، في موزه ماشيه لوحدها هناك اهي. فين دي؟ اضرب الكشاف يا هشام، خلينا نشوف التفاصيل. الله، بصوا يا جماعه، احنا لينا منافس هناك اهو. منافس مين يا عم رأفت؟ ده كلام برضو، في منافس واحنا موجودين. طب يلا بينا. يلا يلا يا علي، يلا يا رأفت، يلا يا اتش. صدقيني انا عاوز اخدمك، الدنيا ضلمة، بدل ما حد يسخف عليكي. اتفضلي تعالي تعالي، انا خايف على رجليكي تتعب. اتفضلي. هوب، شفتي اهي السخافات بدأت اهي. جرايه يا استاذ انت وهو، انتوا فاكرينها ايه؟ يلا يا حبيبي، يلا يلا، مع السلامة. مع السلامة. ده ايه يا استاذ، انت عايز تاخد العصفورة لوحدك ولا ايه؟ ايوه عيد. جرايه جميل، من حضر القسمة فليقتزم. بلاش قلة أدب، عيب عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. هو احنا بنعمل ايه؟ ها؟ لا، انتوا باين عليكم مش هتيجوا بالذوق. اتفضل يا اخويا. امال هنيجي بايه؟ هو عارفينك يا Thank you.
احنا كنا رايحين نذاكر عند علي انا ورأفت يا سعادة البيه، وبعدين لقيناها معاه في العربية في وضع ما اقدرش اوصفه لك يا سعادة البيه. الدم غلي في عروقنا. كانت عربيتهم واقفة ولا كانوا ماشيين بيها؟ كانوا واقفين يا سعادة البيه. اسكت انت، لما بسألك يبقى جاوب. كانت واقفة يا سعادة البيه جنب الرصيف ومنقي حتة ضلمة قوي. وبعدين وقفنا جنبهم بالعربية وقلنا لهم. وانتوا قاعدين في عربيتكم؟ اه يا بيه، واحنا في مطرحنا. قلنا لهم عيب كده ما يصحش، ده شارع برضه مش بيت. كذاب 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 كذاب، ما صدقوش حضرة الظابط ده، كذاب كذاب. من فضلك ما تتكلميش خالص لغاية ما يجي عليك الدور، فاهمة؟ وبعدين يا هشام؟ وبعدين يوم لفند البجح اللي معايا سعادة البيه يرد ويقول انتوا مالكم، انا في عربيتي حر اعمل اللي انا عايزه، ويروح مكمل لسعادة البيه. بس احنا بقى ما قدرناش نستحمل. بصي لهم ليه؟ بصي لي انا هنا. وبعدين يا سعادة البيه نزلنا من العربية ورحنا لغاية عندهم، وقلنا لها اتفضلي انزلي. عم لفند اللي معاها نزل من العربية وهات يا ضرب فينا. هي حاولت تهرب يا سعادة البيه لكن علي مسكها. عم لفند اللي معاها طلع مطوة وجي كان عايز يضربنا بيها سعادة البيه. قام رافض مسك ايده، وفي وسط الخناق ما هو شغال المطوة جت فيه هو. حصل يا سعادة البيه، حصل. عسكري خد من الست دي عنوان جوزها وبلغوه. حاضر يا فندم. والعسكري اللي مع المجني عليه في المستشفى يفضل ملازمه لغايه ما الدكاتره يسمحوا بسؤاله. تماما. ايوه يا حماتي، هي فتنة عندك؟ الله، ولا كلمتك في التليفون؟ دي قالت لي نازله البلد تشتري شويه حاجات. طب دقيقة واحدة، الجرس بيضرب، هشوف مين. الله، بس هي معاها مفتاح. دقيقة واحدة. حضرتك الأستاذ جلال سالم؟ أيوة. اتفضل معايا على اسم المعادي، حضرة الضابط عايزك. اسم المعادي؟ ليه؟ خير؟ المدام بتاعتك هناك. المدام في اسم المعادي؟ ليه؟ في ايه؟ معرفش. اتفضل ورايا. ايوه يا شاويش، ايوه يا طنط، لا مؤاخذه، بنتك في اسم المعادي. انا ما اعرفش المجني عليه، عمري ما شفته في حياتي. هما نجمه معاه عربيته ازاي؟ كد، دول كدابين كدابين. ده هو قاعد يعاكسني في الشارع ويضايقني، وبعد كده جم هما كمان وعاكسوني. كنت رايحه فين؟ كنت مروحه. وجايه منين؟ كنت في البلد بشتري شويه حاجات. هي فين الحاجات دي؟ مالوش معاكي حاجه؟ ما انا ملقتش الحاجات اللي كنت نازله اشتريها. انما انت معترفه ان الخناقه كانت بسببك. ايوه، هو عكسني وهم جم بعد كده وعكسوني واتخانقوا مع بعض. انا ذنبي ايه؟ من فضلك قول لحضره الضابط جلال سالم. حضره الضابط عنده تحقيق جوه. ما انا بتاع التحقيق اللي جوه. حضرتك جوز الست اللي بيحاول معاها جوه؟ ايوه. وحضرتها؟ والدتها. طب اتفضلوا هنا دقيقة واحدة. ايه؟ بتقول ايه؟ طيب، مع السلامة، مع السلامة دلوقتي. سميرة، يا سميرة، سميرة تعالي يا سميرة، تعالي تعالي يا حبيبتي. الحمد لله، ربنا كبير يا سميرة، ربنا كبير. ايه في ايه؟ الحمد لله يا سميرة، شفتي اهو اتمسك، ومش اتمسك وبس، ده باين له ضرب بمطوة ولا بسكينة في بطنه مش عارفة. رمزي؟ ايوه يا اختي رمزي، كان واخدها في عربية في شارع ضلمة زي المراهقين، قاموا ضربوه احسن. وجبت منين الكلام ده؟ اخوك الدكتور ماهر كان لسه دلوقتي بيكلمني على التليفون، ما هو البيه لما انضرب طلبوا نروح المستشفى اللي فيها ماهر. طب اهدي بس واحكي لي الحكاية من الاول. اول ايه وتاني ايه؟ انا عايزه اروح اشوفه هو في الحاله دي، عايزه اشمت فيه، عايزه ازله، هتيجي معايا ولا لا؟ طبعا، ده جوز اختي مهما كان. طب يلا يلا يا حبيبتي، يلا نلحقه هو بيموت. يلا يعني حضرتك دلوقتي مش عارفه تثبتي اي حاجه من اللي قلتيها؟ انا قلت اللي حصل. بس ما قلتليش منين المجني عليه كان بيخلصك من الثلاثه دول، ومنين كان هو نفسه بيعكسك زي ما بتقولي؟ انا مش عرفني يا عسكري. افندم. خلي جوز الهانم ووالدتها يتفضلوا. اتفضلوا. ماما ماما
عرفت لما جيت هنا الاسم شويه تفاصيل. ان شاء الله خير، هدي نفسك. يعني انت ما كنتش تعرفها قبل كده؟ لا. امال ايه اللي خلاك تحتك بالثلاثه الشبان؟ اصلهم كانوا بيعاكسوها وانا قلت لهم عيب، وطلبت منها اني اوصلها علشان اخلصها منهم، فنزلوا فيا ضرب. يعني هي وافقت انك توصلها عشان تنقذها منهم؟ هي لحقت توافق ولا ما توافقش؟ بس هما بيقولوا انك كنت انت وهي في العربيه في وضع فاضح. كذب وكذب حقير كمان. انت تعرف اسم الست دي؟ لا، الشهاده لله لا. طيب طيب اتفضل انت هنا. عموما الدكاترة بيقولوا ان الجرح بسيط وهيخرجوك بكرة، بس خد بالك انت تحت الحراسة. حراسة؟ في واحد عسكري واقف بره، يعني مش هتخرج من المستشفى على بيتكم، لا هيجيبك على القسم. قسم؟ ايوه، يعني هتتحول على النيابة بكرة، كلكم كده بربطة المعلم على النيابة، انت والهانم والبهوات التلاتة. ادخل. في واحدة ست بره بتقول إنها مرات الأستاذ، خليها تدخل. لا بلاش بلاش حضرة الضابط. هو نايم؟ لا أبدا، ده صاحي جدا. مديحة كنت هموت، كانوا هيموتوني يا مديحة. يا سلام يا أخويا، يا ريتهم كانوا موتوك عشان أرتاح منك. هي التهمة يا حضرة الضابط؟ فعل فاضح في الطريق العام. يا مراهق يا مراهق، مش كفاية اللي بتعمله في الخفا، حتى الطريق العام ما انتش عاتبه؟ حضرة الضابط كفاية عليه النهاردة كده يا مدام. استني لما يتعرض على النيابة ونشوف القرار هيكون ايه، وبعدين يبقى كملي. انا ماشية، ما احبش اقعد في مكان هواه فاسد. صباح النور. صباح. المدام. اهلا فندم. الاستاذ منتصر المحامي. اهلا. انا قريت صوره المحضر في اسم البوليس، وان شاء الله ربنا يسهل والحق يبان. ان شاء الله. بقيه المتهمين يدخلوا والمحامي وبس. اتفضلوا. يلا يا جماعه خفوا ايدكم شويه، عايزين نخلص. يلا تفضوا لي الشقه خالص. حيا سيد زهرية امي. حاضر حاضر. بالراحه على زهرية حاضر. امي يلا. ربنا يخليها لي. على مهلك يا ريس، خدوا بالكم من العفش. خلاص قربنا نخلص. انت ضميرك مستريح على اللي بتعمليه ده يا مديح؟ يا سلام، مستريح جدا طبعا، هخليها له على البلاطه. تعالي تعالي شوفي الحادثه مكتوبه النهارده في الجرنان ازاي. بصي اهي، بس مكتوبه من غير اسامي. مش مهم، المهم ان الفضيحه بقت على كل لسان. انا مروحه. مع السلامه. روحي شوفي بيتك وجوزك ليكون هو كمان. لا يا حبيبتي، ممدوح مالوش في الحاجات دي. على العموم اي راجل في الدنيا بيعمل اي حاجه هيبقى برضو ملاك جنب رمزي جوزي فلانتينو عصره. استني لما يطلع المحامي. طمني. هي وهو افراج بكفاله، والتلات شبان حبس. كفاله يعني ايه؟ يعني صدقوا العيال المتشردين دول؟ اصل المدام والاستاذ رمزي. رمزي مين؟ المجني عليه. ما اتفقوش على نقطه واحده، اختلفت اخوالهم، انما على العموم فرصتنا اكبر في المحكمه. محكمه؟ هي هتوصل لمحكمه؟ جايز، بس انا هعمل كل جهدي انها تحفظ في النيابه.
وهي ودوها فين دلوقتي؟ ما انا قلت لسيادتك افراج، والافراج بكفاءه ده له اجراءات. اتفضلوا اتفضلوا عملتيها يا مديحة؟ مراهق ده ايه؟ انا اعقل منك ومن 10 زيك. اتفلقي اتهني بالعفش يا مديحة ولا يهمني ولا هتتهز شعرة مني. بالسلامة. الو، ايوه مجدي، ايوه رمزي، خرجت بكفاله. اسمع، عاوزك تحجز لي في فندق 5 نجوم مده مفتوحه. بعدين بعدين اسمع، احجز لي وتعالى خدني واحكي لك كل حاجه في السكه. سلام. زعلنا قوي على اللي حصل. هما مش هيشوفوا لهم حل في الشوارع الضلمة اللي في المعادي دي؟ وهي المعادي بس؟ ما احنا عندنا في العباسية شوارع ضلمة كتير قوي. وهو في واحدة عاقلة تمشي في شوارع ضلمة زي دي؟ أمال فين الأستاذ جلال؟ جاي حالا. وفين؟ جاية يا أختي، جوة وجاية. طيب. أهلا وسهلا. أهلا. قلبي عندك. حيلك يا نفوتنا. أهلا يا حبيبتي. سلامتك. قلبي عندك والله. شكرا. ربنا معاكي. شكرا. قلبي معاك يا حبيبتي. متشكرة قوي. شكرا. شدي حيلك يا حبيبتي. شكرا. قلبنا معاك يا فوتنا يا بنتي. متشكرة قوي. اتفضلوا 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 اتفضلوا. قلبنا معاك يا استاذ جلال. شكرا. الا قولي لي يا فوتنا، دفعتي كفالة كام؟ Thank you.
انا فضة. يا اهلا وسهلا يا حبيبتي. انا بقى مرات البيه المنحل اللي كان معاكي في عربه الغرام في شارع العشاق. فاكراه الدلعجي ولا نسيتيه؟ ان كنت نسيتيه افكرك. كل واحده تفضل في حالها مالكوش دعوه. ده حساب بيني وبينها انا اللي حصل فيه. وانا ما يصحش ان وريتك ان فرحتك شغلك انك ما حصلتش. مين الست دي؟ مش هي دي مرات الراجل اللي كان؟ معرفش يا فندم، ده انا اول مره اشوفها. جلال، انا هكلمك كاخ اكبر ليك مش كرئيسك في العماله. انت لازم تاخد اجازه من بكره، اجازه مفتوحه انت والمدام. اللي حصل النهارده ممكن يتكرر تاني. انا شايف ان من الافضل انكم تقعدوا في البيت لغاية ما نشوف النيابة هتتصرف ازاي، او المحكمة هتحكم بايه اذا وصل الموضوع للمحكمة. استاذ جلال، استاذ جلال، المدام مغمى عليها. ايه؟ مغمى عليها؟ ايوه. مش هنسهلك دي ابدا يا جلال. يسيبك مغمى عليك في الشركة وينزل. معلش يا ماما، الله يسامحه. انت برافو عليكي انك اول ما فوقتي جيتي على هنا. لما يبقى يعرف قيمتك تبقي ترجعي البيت. على العموم خلاص، انا هستقيل من الشركه. ما تكبريش الحكايه قوي يا فتنه، ازمه وهتفوت والناس تنساها. لو الناس نسيتها ازاي انا هنساها؟ ده مين اللي حاجي لنا دلوقتي؟ انا عارفه. ايوه. اهلا يا رمزي. ازيك يا سميره؟ اهلا. اتفضل يا رمزي. ايه اللي انت عملتيه ده يا مديحه؟ عملت ايه يا رمزي؟ راحت للبنت الغلبانه في الشركه وضربتها قدام الموظفين. انا كنت هقتلها. وصلت لك الاخبار بسرعه؟ هي ما بتخبيش عنك حاجه ابدا؟ اولا انا ما عرفتش منها حاجه، لان ماليش اي علاقه بيها. اخبار اللي انت عملتيه هو اللي اتنشر في الجرايد. خلاص بقيتي نجمه من نجمات صفحات الحوادث. العفو يا رمزي بيه، انت اللي نجم كبير قوي واحنا جنبك كومبارس. الفضايح اللي عملتها منشوره في كل الجرايد، وقليل ما عملوها فيلم. مديحه، عارفه لو ما كنتيش في بيت اختك كنت اتصرفت معاكي تصرف ما يعجبكيش. يا سلام، كنت هتعمل ايه؟ هتضربني؟ مديحه ما تستفزنيش. لا انا بقى بستفزك، وريني هتعمل ايه. انت طالق يا مديحه. صباح الخير. صباح النور. انا متشكره جدا ان حضرتك وافقت تيجي. اتفضلي استريحي.
الحقيقة بعد اللي حضرتك عملتيه في الشركة ما كانش ممكن هيحصل كلام بيني وبينك لولا ان حضرتك قلتيلي ان عندي كلام مهم قوي ليا. انا عاوز اعتذرلك عن اللي حصل مني في الشركة. تعتذري؟ ده حضرتك خليتيني في موقف. انا بعتذرلك اهو، خلاص بلاش نعيده تاني. طيب ايه بقى هو الكلام المهم؟ من غير ما نزعل ولا نتنرفز. ماشي، حضرتك تقدر تقولي علاقة فتنة هانم مرات حضرتك برمزي جوزي بدأت امتى؟ فتنة كانت اول مرة تشوف. ما احنا قلنا من غير نرفزة زي بعضه، هننسى الكلام اللي كتب في المحاضر، ده كلام محاضر مش لازم نصدقه، وحننسى كمان الكلام اللي كتب في الجرايد، ما هو كلام جرايد برضو مش لازم نصدقه. طب وايه الكلام اللي نصدقه؟ الكلام اللي هقوله لك، لاني زوجة يا استاذ جلال، والزوجة بتحس بكل حاجة بيعملها جوزها برا البيت قبل جوه البيت. فتنة ورمزي يعرفوا بعض بقالهم شهرين. نعم شهرين؟ ايوه شهرين. انا عندي الأدلة الخاصة بيا، يمكن ما اقدرش اقولها لك، يمكن لو قلتها لك ما تقنعكش. زي ايه؟ هي مش حكاية امثلة احكيها لك، حكاية ان رمزي ده جوزي وانا عارفاه، يعني مثلا انا عارفة ان ملوش اي صحاب في المعادي، طول عمرنا عايشين في مصر الجديدة، عمره ما كان بيحب المعادي. ايوه بس ده مش دليل خالص يعني. مش مقتنع بيه. مش مهم، بس دي الأدلة بتاعتي وانا مقتنعة بيها. الدليل التاني، مش انا اول حاجة عملتها ان انا اعتذرت لك على ان انا اتهجمت على مراتك في الشركة؟ انا عملت ده لهدفين. الهدف الاولاني اني كنت عايزه اشفي غليلي، والهدف التاني اني كنت عايزه اخد شعرايه او شعرايتين من راس مراتك. اتفضل بص. ايه ده؟ حاسب هتوقعهم. ده يا سيدي شعر من اللي كنت بلاقيه على كتف رمزي، كل يومين ثلاثه الاقي على كتفه شعرايه ولا اتنين اخدهم اشيلهم لما بقى عندي كتير قوي. ودي يا فين؟ اه هي دي الشعرايه اللي انا خدتها من راس مراتك. خينا. برضو مش دليل كافي؟ عندك حق، الشعرايه دي ممكن تلاقيها على راس مليون ست في مصر. قولي مراتك بتستعمل بارفان بونجور؟ يعني اهو نوع من ضمن 10 أنواع بتستعمله. بس الظاهر انها كانت دايما بتستعمله لما بتقابل رمزي. اصل اليوم اللي كان يجيني فيه رمزي والشعر ده على كتافه كانت هدومه تبقى غرقانه بارفان بونجور. على فكره رمزي بيحب البارفان ده قوي وكان ساعات بيجيبهولي. بس انا بكرر اعتذاري. على فكره في حاجة أنا مش فهماها وعاوز أفهمها منك. تحت أمرك. أنت ليه ما طلبتليش حاجة أشربها؟ لمؤاخذة، تشربي إيه؟ المرة الجاية. باي باي. مع السلامة. يا حبيبتي كولي، شوفي دي. ماما ماليش نفس. بس شوفي بصي. ما تتعبيش نفسك بقى، خلاص شوفي الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. خير؟ هي الست فتنة محمد الشربيني ساكنة هنا؟ ايوه. ايه ده قرار النيابه؟ نيابه ايه يا ست؟ ده طلب استدعاء عشان تروح القسم تستلم ورق الطلاق. طلاقها؟ ايوه من السيد جلال سالم زهدي. حضرتك تحبي تمضي لي هنا ولا ان كانت موجوده هي تيجي تمضي؟ لا امضي انا. اتفضلي هنا وفي الحته دي.
شكرا. مين يا ماما كان على الباب؟ ده بتاع اللبن، خدت منه كيلو. وهو فين؟ هو ايه؟ اللبن؟ لا، ورقة الطلاق. طلاق ايه؟ فلا الله ولا فالك يا ماما. ما انا عارفة انه هيحصل. انا مستنية ورقة الطلاق كل يوم، وخصوصا من ساعة ما بطل يسأل عني، من ساعة ما جيت هنا. كل ما جرس يضرب اقول هي دي ورقة الطلاق. يا ماما انت ما بتعرفيش تكدبي. طلعيها. توفر لها جو هادي بعيد عن مشاكلها اللي هي عايشة فيها، ممكن ما طولش، وأنا أفضل إنها تستنى معانا فترة. أمرك يا دكتور. هي نامت دلوقتي، فخليها لما تصحى لوحدها. والله زعلتني يا مجدي، يعني اتطلقت؟ لا، ده أنا عندي أخبار جديدة طازة جابتها لي عيوني في الشركة، بالرغم من الناس تقالت. ايه هي الأخبار دي؟ مسكينة جالها انهيار عصبي ورقدة في المستشفى. أنا السبب في كل اللي بيحصل لها ده. طب ما أنت طلقت مديحة، يعني اتخرب بيتك. أيوه أنا راجل مش مهم، وبعدين أنا اللي طلقت مديحة مش هي اللي طلقتني، وعندي أسباب لكده. إنما المسكينة دي ذنبها إيه يحصل لها ده كله؟ أنا مبسوط من اللي بسمعه منك ده يا رمزي. الظاهر ان ربنا عمل كل ده علشان انا افوق. يبقى مديحه كان عندها حق بقى لما قالت. مديحه عيبها في الاسلوب اللي بتعبر بيه عن شحكاها وغيرتها، او حتى عن حبها. اسلوب مستفز يا مجدي، يخليك تخونها حتى لو مش عاوز تخونها. طب في عندي خبر تاني. ايه؟ مصيبه تانيه برضو؟ لا، خبر عادي. سيجلال جوزها كان ناوي يقدم استقالته، لكن لما عرف بقى انها استقالت راح الشركة واتفاهم معاهم وقطع الأجازة الإجبارية ورجع. ربنا يسامحه. شوف يا أخي الفرق بينك وبينه. أنت بالرغم من ندالتك السابقة طلقت مراتك لأنها تصرفت بحماقة، إنما هو بقى بالرغم من طيبته وأخلاقه اللي بسمع عنها في الشركة ساب مراته في الوقت اللي كان لازم يكون فيه جنبها. كل واحد بيعمل بأصله، انما انا مش هيجيلي نوم بعد الاخبار المهببه اللي انت جبتها لي النهارده. متشكرة قوي يا بنتي، استني. مين اللي بعت الورد ده يا ماما؟ اقول لك ايه، الدنيا دي غريبه قوي. اقراهولك؟ ايوه. أقر بذنب لا أجرؤ على طلب الغفران له، لكنه القدر أراد ما أراد. أملي أن الأيام الحزينة لا تدوم. رمزي. يقتل القتيل ويبعت له تلغراف تعزية.
مساء الخير. اهلا يا استاذ منتصر. مبروك يا استاذ جلال، الف مبروك. مبروك على ايه؟ صدر النهارده قرار النيابه بحفظ القضيه بالنسبه للمدام. والافندي اللي اسمه رمزي راخر صدر له قرار بحفظ القضيه بالنسبه له، واحاله لاولاد الثلاثه للمحاكمه. وسيادتك شايف ان القرار ده معناه ايه؟ معناه مفيش قضيه. مش قصدي كده، انا قصدي اقول ان القرار ده معناه انها ممكن تكون بريئه هي وسبتها ده. طبعا يا استاذ جلال، قرار النيابه بالحفظ اقوى من حكم المحكمه بالبراءه، لان القاضي في المحكمه ممكن يحكم بالبراءه نتيجه بطلان الاجراءات او عدم كفايه الادله، انما قرار النيابه بالحفظ معناها لا جريمه، دي تبقى براءه تامه. انا مش فاهم اي حاجه من اللي انت بتقوله، لكن على كل حال انا متشكر قوي على تعبك معايا يا استاذ منتصر. المهم المدام فين عشان اقولها مبروك؟ مدام مش هنا. مش معقول كل يوم بوكي ورد. طبعا اكيد ضميره بيأنبه. لا يا ستي، ده بيهنيكي بقرار النيابه بالحبس. كتر خيره، على كل حال كله منه. يا فتنة حرام عليكي بقى، الراجل اللي ما كانش معدنه طيب ما كانش يبعت لي كل يوم ورد ويتندم ويعذب نفسه بالشكل ده. والاولاد اهم خدوا جزائهم. في ضيف بره بيقول عايز الهانم الكبيره. انا؟ ايوه يا فندم، واقف بره ومش راضي يدخل. ماما لو كان جلال انا مش عايزه اقابله، مش عايزه اشوف خلقته. يا بنتي انت لسه شرعا مراته. مراته مش مراته، مش عايزه اشوفه. طب خلاص خلاص خلاص، انا في عرضك، احنا ما صدقنا. استاذ رمزي واقف كده ليه؟ يا حسني يا هانم، انا ندمان على كل اللي حصل مني. ما احنا بنغفر لك الندم ده كل يوم مع الورد. انا كل اللي عاوزه خمس دقايق بس من وقت فتنة هانم، وبعد كده همشي على طول. دقيقة واحدة. بصراحة انتي بتحمليه ذنب اكتر بكتير من اللي هو عمله. ده يعكسني بعربيته زي العيال الصغيرين وتقولي لي بحمله ذنب؟ ما هو السبب، عشان كده العيال عملوا كل اللي عملوه ده. ايوه بس ما يستاهلش مننا كده، وما تنسيش انه اتضرب بالمطوة عشانك. خلاص يا ماما، اتفضلي حضرتك قبليه بالنيابة عني. خلاص انا نسيت كل حاجة. هو مش عايز منك الا خمس دقايق. خلاص اتفضل يا ابني. معلش بقدر ظروفها. والله مقدر. مساء الخير. مساء النور. فتنة هانم انت كده بتعذبيني. انا عاوز احس انك بتقولي مساء الخير وانت سعيده ووشك ناحيتي. يا سلام، عايزني اجيب لك مزيكة حساب الله وافرش لك الارض ورد؟ فتنة سيبيها يا ماما، هي ليها حق وانا عاوزها تطلع كل اللي جواها. تسمحي لي اقول لك يا ماما، اصل ماما ماتت وانا لسه عيل صغير. انا زي ماما برضو. فتنة هانم، انا عاوز اعتذر لك، ما كانش في بالي ابدا ان كل ده هيحصل. كلام متكرر، كتبت كتير في الكروت اللي كنت بتبعتها مع الورد. ايوه بس ما اعتذرتلكيش في الكروت عن التصرف السخيف اللي عملته معاكي مديحه مراتي. خلاص انا نسيت الحكايه دي. لا ما هو انا كمان ما فوتهاش، طلقتها على طول. ليه كده يا ابني؟ لا حول ولا قوه الا بالله، احنا ما نرضاش بخراب البيوت. اصلها متهوره،
طنشه ما كفهاش اللي حصل لفوتنا هانم من تحت راسي، رايحه كمان تعمل لها فضيحه في الشركه. على العموم خلاص. لا مش خلاص، انا عاوز احس انك انت مسامحاني من قلبك. مسامحك. الحمد لله، اهو انا كده خلاص ارتحت، بس اللي ناقصني اني احس انك انت بتبرهنيلي انك سامحتيني عمليا. ازاي؟ انك تقبلي اني اعتذر لك عن كل اللي سببته لك، واولها الوظيفه. وظيفه؟ ايوه، انا عندي واحد صاحبي عنده شركه اكبر من الشركه اللي كنت بتشتغلي فيها مرتين، والوظيفه فيها مستنياكي. متشكرين قوي يا ابني، ادعي لها بس تخف وتخرج من المستشفى بالسلامه، وبعدين نبقى نتكلم في الموضوع ده. ان شاء الله هتخف، وان شاء الله هتخرج بالسلامه على الوظيفه على طول. فكري، ولما اشوفك المره الجايه تردي عليا. ادخل. اهلا يا مديحة. ايه خير؟ ايه بقى الحاجة المهمة اللي خلتك تجينا النهاردة؟ ده انت اول مرة تعمليها. يا باي، طب مش تقولي تفضلي؟ تفضلي يا فندم. مبروك قرار الحفظ بتاع المدام. ايه؟ مدام؟ وانا مالي؟ هي لسه اسمها المدام. مبروك لك انت قرار الحفظ بتاع البي بتاعك. ايه البي؟ هو لسه اسمه البي بتاعي. الحمد لله على السلامة. اظن بقى احنا بالنهار وماما معاك، ممكن اوصلك. اتفضلي. مع السلامة استنى. ألف سلامة استنى. ألف. الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. بتتفضل تشرب معانا فنجان قهوة فوق. متشكر قوي، اعفيني. على كل حال احنا متشكرين قوي يا أستاذ رمزي. بقول لك هترجعي السبت إن شاء الله الشغل؟ إن شاء الله. طب يلا بقى استريحي علشان الدكتور طالب إنك تستريحي. مع السلامة. مكتبك يا مدام فاطمة. رمزي حكى لي عن ظروف مرضك، وأظن إنك لسه خارجة من المستشفى. أيوه. علشان كده مش هتقل عليكي في الشغل بره واحدة. هيكون خفيف خفيف لحد ما تسترد صحتك تماماً. متشكرة أوي يا أستاذتي. لا على إيه؟ ده انا اللي لازم اشكر رمزي، لانه في الحقيقه قاعد يقول قصايد شعر في اخلاقك وصفاتك، وقال لي انه هيقدم لي هديه، وانا شايف انك فعلا هديه يا مدام فتنة. ربنا يوفقك. اتفضلي. شكرا. انا بقى واقع في ورطه ما يعلم بها الا ربنا. خير؟ عاوز تحريات عن اي حاجه؟ لا بصراحه كده ومن غير لف ولا دوران
أنا بحب فودنة. إيه؟ أنت متأكد إن أنت رمزي صاحبي؟ بتحب؟ عارف اللي أنت هتقوله، بس بصراحة حادثة فودنة دي غيرت فيا حاجات كتير. أيوة طيب، وإيه المطلوب مني؟ عاوزك تقول لي رأيك. ودي عايزة رأي؟ طبعا تروح تطلب إيه ده؟ مش هترضى. بس أنا رأيي بقى إنها هترضى. أنا ما يهمنيش رأيك أنت، أنا يهمني رأيها هي، وأنا متأكد إنها هترضى. سلام، ومالك واثق من نفسك قوي كده؟ لأن عندي خبر مهم جدا هيخليها ترضى. أهلا 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 وسهلا، أخيرا جيت زورتنا. أنا النهارده يا طنط جاي علشان أطلب منك إيد فتنة. خليت البنت ترتبك من المفاجأة دي. حضرتك إيه رأيك؟ والله يا ابني أنا ماليش كلمة في الموضوع ده، إذا وافقت هي هدعيلكم بالسعادة. ايوه بس دي قامت جري دخلت على جوه، ده معناه ايه، رفض ولا قبول؟ ولا رفض ولا قبول، هو رد فعل طبيعي للمفاجأة. فتنة فتنة يا فتنة. فتنة، تقبلي تتجوزيني؟ بتعيطي؟ كنت أتمنى أن الظروف تكون أحسن من كده. خلاص الماضي مات وانتهى. مات عندي وعندك، لكن ما ماتش عند كل الناس، عشان كده ما أقدرش أقبل. أما أقوم أعمل لكم الشاي. لكن أنا بحبك يا فتنة. عارفة عارفة ومصدقاك. وإنتي؟ وبترفضيني؟ أنا ما برفضكش، أنا بلعن الظروف اللي جمعت بينا واللي واقفة بيني وبينك دلوقتي، وإنت عارف إن إحنا مستحيل نتجوز. مستحيل؟ أيوة، مين هيصدق ان حبنا ابتدى بعد الحادثة؟ الكل هيقول دول بيداروا فضيحة، وان انا كنت معاك فعلا في العربية، وكلام الناس وطلاقي من جلال هو اللي خلاك تتجوزني. وايه اللي هيخليهم يقولوا كده؟ لان الاشاعة اصبحت حقيقة. فتنة اسمعي، انا هضرب نمر التليفون واخليك تسمعي صوت، بعد ما تسمعي الصوت ده هسألك تتجوزيني ولا لا. أنا مش فاهمة. بعد ما تسمعي الصوت اللي هتطلبه هتفهمي. أيوة بس أنت بتطلب نمرة مين؟ استني بس وأنت هتعرفي كل حاجة. ألو؟ 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 رد يا جبانة! يا جلال! يا جلال! ايوه يا مديحه يا حبيبتي. ايه؟ واحده جبانه مش عايزه ترد، خد كلمها. الو الو، رد يا جبانه. اوعى اوعى، بقول لها لضيشك يكلموك في المكتب مش هنا، واذا كانت معرفتش انك اتجوزت اديني بقول لها اهو. يا مديحه يا حبيبتي بلاش الغيره العاميه بتاعتك دي. ها التقليه. سمعتي صوت واحدة ست؟ ده صوت مديحة. مديحة وجلال اتجوزوا يا فتنة، يعني الناس هتتكلم علينا ومش هتتكلم عليهم هما. الشاي. ها ايه رأيك يا فتنة؟ ماما رجعي الشاي وهاتي الشربات.